السلام عليكم. هذه شجرة الكيمكوات. طبعا شجرة الكيمكوات غير متحملة للحرارة. اللي يقول لك أن الكيمكوات متحمل للحرارة هذا الكلام غير صحيح. طبعا هذه الشجرة عمرها أقل من سنة موجودة في هذا الحوض. الشجرة في مكان يتعرض لأشعة شمس المساء، وباقي أوقات اليوم الشجرة تستفيد من ضوء الشمس الساطع، وهذا يكفي بالنسبة لهذا النوع من الأشجار. وكما نشاهد الشجرة تنمو وتزهر وتثمر بدون مشاكل. طبعا هذا المكان ليس هو المكان المستديم لهذه الشجرة. الشجرة في عز الصيف في شدة الحرارة أضع الشجرة تحت الأشجار الكثيفة الأخرى، حيث توفر الرطوبة من الرطوبة المنبعثة من التربة. أما في باقي أوقات السنة أضع هذه الشجرة في هذا المكان، وهو مكان مناسب جدا لها. فاللي يقول لك أنه هذا النوع متحمل للحرارة ممكن هو يقصد بأنه منطقته معتدلة، أو أن الشجرة عندها مزروعة في حديقة معتدلة، أو أنها مزروعة في منطقة ساحلية. طبعا الشجرة مصابة بالحشرات، في على الشجرة حشرات مشكلة كما نشاهد، وأنا ما أكافح الحشرات، أنا أزرع بدون استخدام المبيدات بدون مكافحة إلا في نطاق ضيق فقط. والفيديوهات اللي أضعها عن طرق المكافحة هي للمعرفة فقط، لأن الحشرات لا تؤثر في الأشجار الفردية بشدة. علشان أنها تؤثر بشدة هي تحتاج لكثافة نباتية. طبعا هذا النوع من الأشجار سعره غالي، الشجرة ممكن سعرها 100 ريال أو 80 ريال، فأنت تشتريها وتسمع يقال لك بأنها متحملة الحرارة وتضعها في مكان مكشوف وجاف، ويأتيها فصل الصيف فتجف وتنتهي، فتخسر الرعاية وقيمة الشجرة بدون فائدة. التسميد طبعا ممكن ما تصدق إذا قلت لك من البداية حتى النهاية لم أسمد الشجرة أبدا. الشجرة بدون سماد مضاف، ولكن الشجرة مزروعة في تربة البوتنج سويل، وتربة البوتنج سويل هذه تربة البتموس، هذه تربة مخصبة تحتوي على عناصر غذائية صغرى، فتستمر الشجرة تستفيد منها لوقت طويل. طبعا لابد أنك تهتم بالتربة، التربة أهم شيء، الشجرة السليمة في التربة السليمة. هذا الحوض طبعا حجم هذا الحوض يكفي، والري لابد يكون بعد جفاف سطح التربة، طالما التربة رطبة لا تعطيها الماء، ولابد أنه الحوض يصرف الماء بشكل جيد في الأسفل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
هذه شجرة الكيماكوات، مثل ما نشوف الشجرة نمت، صار لها نمو خضري كثيف. الآن الشجرة مشغولة في تكوين مجموع جذري قوي، ثم تتحول من النمو الخضري إلى النمو الإثماري إذا صادفها وقت مناسب للإثمار. يعني فقط ننتظر عليها، نعطيها الوقت الكامل حتى تثمر، بعيدا عن التدخلات الأخرى، إضافة العناصر الغذائية أو ضرب ساق الشجرة بالمسامير أو تعطيش الشجرة. كل هذا ما له أساس من الصحة، فقط عطها الوقت الكافي وهي بإذن الله راح تثمر. وما فيه شيء لتسريع النمو أو لتسريع الإزهار أو الإثمار. أشجار لا بتاخذ وقتها الكافي بعد ذلك تنمو أو تثمر. يعني لا نواصل رعاية الشجرة على نفس النظام، نفس نظام الري ونفس نظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشجار الحمضيات إذا شفت بداية انكماش للأعلى في الأوراق الحديثة، أعلم أن هذا علامة تدل على العطش، وسبب العطش هو زيادة الماء أو زيادة الري، والعلاج يكون بتقليل الماء أو مباعدة الري. ومثل هذه الشجرة أنا تعمدت أني أزيد الري تقريبا لمدة أسبوع، أنا أسقيها يوميا قمر تقريبا مرتين، أعطاها دفعة نمو قوية، لكن ظهر عليها تأثرت الجذور. الآن لابد أني أقلل الري أو أني أترك التربة حتى تجف، بعدين أرجع أسقي. ومعلومة ثانية، مثل ما نشوف لون الساق في الأسفل مختلف عن لونه في الأعلى. طبعا وش السبب؟ السبب اني يوم اخذت الشتلة كانت مدفونة الى هذا الحد، مدفونة في المركن الزراعي، وانا نزلت مستوى سطح التربة الى المكان الصحيح. فهذا موضوع لابد انك تنتبه له. ومعلومة ثالثة، ظهرت عندي هذه الخدوش وابسدها بمادة الجبس فقط، لأن هذه الأماكن تتجمع فيها الرطوبة وتتجمع فيها الحشرات، حشرات العناكب والحشرات الأخرى. ودائما الوقاية خير من العلاج، والكشف المبكر يوفر عليك نصف العلاج ويوفر عليك نصف المكافحة.